السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to my Arabic journey channel. Today video we will learn إن شاء الله how to tell the time in Arabic language. Firstly, how to ask for the time. There is common question for asking about the time in Arabic language is كم الساعة؟ كم الساعة؟ What time is it? Reply, for example, الساعة الواحدة 1 o'clock. الساعة الثانية 2 o'clock. الساعة الثانية. الساعة الثالثة 3 o'clock. الساعة الثالثة. الساعة الرابعة 4 o'clock. الساعة الرابعة. الساعة الخامسة. الساعة الخامسة 5 o'clock. الساعة السادسة. الساعة السادسة 6 o'clock. الساعة السابعة. الساعة السابعة 7 o'clock. الساعة الثامنة 8 o'clock. الساعة الثامنة. الساعة التاسعة 9 o'clock. الساعة التاسعة. الساعة العاشرة 10 o'clock. الساعة العاشرة. الساعة الحادية عشرة. الساعة الحادية عشرة 11 o'clock. الساعة الثانية عشرة. الساعة الثانية عشرة 12 o'clock. الساعة الواحدة. الساعة الواحدة 1 o'clock. الساعة الواحدة وخمس دقائق. الساعة الواحدة وخمس دقائق 5 minutes past 1. الساعة الواحدة وعشر دقائق. الساعة الواحدة وعشر دقائق 10 minutes past 1. الساعة الواحدة والربع. الساعة الواحدة والربع 15 minutes past 1. الساعة الواحدة والثلث. الساعة الواحدة والثلث 20 minutes past 1. الساعة الواحدة وخمس وعشرون دقيقة. الساعة الواحدة وخمس وعشرون دقيقة 25 minutes past 1. الساعة الواحدة والنصف. الساعة الواحدة والنصف 1/2 past 1. الساعة الواحدة وخمس وثلاثون دقيقة. الساعة الواحدة وخمس
وثلاثون دقيقة. 35 minutes past 1. الساعة الثانية إلا ثلثا. الساعة الثانية إلا ثلثا. 20 minutes to 2. الساعة الثانية إلا ربعا. الساعة الثانية إلا ربعا. quarter to 2. الساعة الثانية إلا عشر دقائق. الساعة الثانية إلا عشر دقائق. 10 minutes to 2. الساعة الثانية إلا خمس دقائق. الساعة الثانية إلا خمس دقائق. 5 minutes to 2. الساعة الثانية. الساعة الثانية. 2 o'clock. Thank you for watching. Till the next video, like, subscribe, share and follow my Arabic journey with Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.